اشتغلت في اشتغلت مزورة صحفية 4 سنين وتخرجت من بكالوريوس فنون جميلة. وبعدين حسيت ان التصوير الصحفي مش ده الحاجة اللي انا عايزة اعملها او الحاجة اللي انا حاسة ان انا لاقية نفسي او حاسة ان انا بقدر اساعد الناس بيها او بعبر عن الناس بيها. كنت وصلت لمرحلة حسيت بعد ما غطيت صورتين ان احنا بس تايهين في الاحداث وبنجري ورا الصورة القوية ما بنعرفش مين اسم الشخص اللي مات في الصورة ولا اي حاجة. وكانت الجريدة لما بتختار بتدي اولوية للعالم. بقالي سنتين اقدر اقول ان انا بعمل مواضيع افتخر ان انا بعملها او ان انا بقدمها للناس او بشكل بحترم فيه الناس اللي بصورها. تفاصيل الدراسة بتاعتك في الدنمارك بقى كانت ازاي؟ انا لما قدمت على الدنمارك للأسف الترم الاولاني جالي منحة بس جزئية ان يدوني عفا من المصاريف بس مش مفيش مرتب شهري. فبدأت ان انا ابيع حاجتي واعمل حملة للجميع لو حد عايز يدعم فني ويدعمني كمصورة. بعد ما تواصلت مع اكتر من 35 مؤسسة علشان تديني منحة تكميلية فشلت ان هم بيدعموا طب وهندسة وعلوم فما كانش ليا داعم في ظهري. بعد كده جت لي 3 اسابيع وبعد 3 اسابيع كنت في الكاميرا. فانا حاسة الموضوع اللي اختارني مش انا اللي اخترته. انا بس حطيت النية ان انا عايزة اشتغل في افريقيا وهو الموضوع لقاني. دي ببالك ان واحدة من كل 5 بنات في الكاميرون هي ام مراهقة يعني عندها 14-15 سنة يعني اقل من 18 سنة وعندها بالفعل طفل. فالامهات بتحس بخطر بخطر بيهدد بنتها بيهدد مستقبل بنتها. بتضطر تعمل كده ان في ياوندي ودوالا المدن اللي هي الكبيرة المتحضرة زي القاهرة واسكندرية عندنا ده ما بيحصلش فيها. بس لما بتبدأي تخرجي للقرى لما بيبقى في أراضي زراعية واسعة كبيرة والبنات بتتخطف أو بتختصف في الأراضي الفاضية دي هناك بيبدأ الموضوع ينتشر أكتر.